يطرح الكرملين فكرة أن تصبح أوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح، ولها جيشها وأسطولها البحري الخاصين بها على غرار النمسا أو السويد، كحل وسط قد ينهي الحرب المشتعلة منذ فبراير الماضي. فماذا يعني أن تكون الدولة محايدة؟ وهل لا يزال الحياد ممكناً في ظل القلق المتزايد من اندلاع حرب عالمية ثالثة؟ باختصار، إليكم التفاصيل. تعرف منظمة الأمم المتحدة الحياد باعتباره الوضع القانوني لامتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دولة أخرى، وهو ما يتطلب منها اتخاذ مسافة واحدة من جميع الأطراف وتجنب الدخول في تحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى ضرورة اعتراف المتحاربين بعدم تحيزها. يمكن للدولة أن تعلن حيادها إعلامياً، أو أن تسجل نفسها في الأمم المتحدة على أنها كذلك، أو توقع معاهدات مع غيرها من الدول تنص على عدم تدخلها في الصراعات. ولكي تحصل على هذه الصفة يجب أن تحقق شروطاً عدة، أهمها استقرارها الداخلي والخارجي والاكتفاء الاقتصادي، وألا تكون على خلاف حدودي أو أيديولوجي مع أي دولة مجاورة لها. ويوجد في العالم اليوم عديد من الدول المحايدة، كما توجد أنواع عدة للحياد. فهناك الحياد السلبي الذي يقضي بعدم التدخل التام، والحياد الإيجابي الذي تشارك الدولة الملتزمة به في عمليات الإغاثة الإنسانية المترتبة على الحروب أو في السعي لإيجاد حل للأزمات الناشبة. كذلك ثمة حياد مسلح تمارسه دول مثل النمسا والسويد وسويسرا، ويعني أن تمتلك الدولة جيشاً لحمايتها في حال حدوث أي هجوم على أراضيها، لكنها بالطبع لا تنشره خارج حدودها. بينما تنضم دول مثل كوستاريكا إلى قائمة الدول المحايدة الدائمة التي لا تمتلك جيشاً وتكتفي بقوة أمنية داخلية تأخذ على عاتقها مهمة الحفاظ على الأمن الداخلي. إذن الدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون تصعيد المنازعات هي جوهر سياسة دول الحياد. لكن ماذا سيحدث إذا ما أصبحت أوكرانيا دولة محايدة؟ ستكون ملزمة في التخلي عن النشاط النووي والنأي بالنفس عن الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. ترفض كييف مطالب بوتين بإعلان الحياد بشكل قاطع، ذلك أنه لا يضمن لها الحماية، بخاصة أن الحرب لا تزال مستمرة، كما يبخر خططها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.